وبهذه المناسبة ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة، قائد مستشفى الملك حمد الجامعي. سعادة اللواء، بداية نرحب بك وأشكر لك حضورك معنا هنا في استوديو مركز الأخبار. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أهني جلالة الملك والقيادة الرشيدة والقائد العام بمرور 50 سنة على تأسيس قوة الدفاع، وحين تقريبا مرت 6 سنوات على افتتاح مستشفى الملك حمد، والحمد لله يعني حاليا نشوف تقريبا 1500 مريض يوميا في المستشفى، نسوي عمليات 35 عملية في اليوم هناك. نسبة الإشغال الأسرة عندنا تقريبا 80%، يعني تقريبا احنا فل في المستشفى. في تقريبا 36 نوع من العيادات. الشيء الجديد اللي أحب أقوله إن احنا في المستشفى الملك حمد، مشاريع الجديدة اللي بنسويها، احنا تم تحديث جهاز البتسكان. جهاز البتسكان هو يكشف الأورام السرطانية الصغيرة عن طريق الجلوكوز المشع. فكان الجهاز القديم عندنا حصار لعمره تقريبا 6 سنوات، كان يعني يلقط الورم 4 مليمتر. الجهاز الجديد قيمته تقريبا 500,000 دينار ويلقط 2 مليمتر، فاحنا يعني ممكن ان يعني نكتشف الورم وهو صغير. نعم. من الاشياء الجديده اللي يعني دخلناها في مستشفى الملك حمد هو يعني ازاله تضخم البروستاتا من غير عمليه، يعني بالاشعه التداخليه يدش الدكتور ويسد الاوعيه القذي البروستاتا وتضمر البروستاتا من غير عمليه. نعم. اشياء جديده ثانيه ضفناها في مستشفى الملك حمد هو ازاله حصوه المراره بالليزر ومن غير عملية. فهي كل الأشياء يعني جديدة. نعم. تم إدخاله في مستشفى الملك حمد. وهذه يعني تحت توجيهات القيادة العامة إن إحنا لازم نقدم أفضل اللي في عندنا في الموجود، الخدمات الموجودة. نعم. في مشروع الحين تحت الدراسة اللي هو عند المجلس الأعلى للصحة، هو مشروع الجلطة الدماغية. البحرين مثلا تعرف صغيره، واذا احنا صارت واحد يعني بعيد الشر يعني جلطه في المخ ينتهي بالشلل. بس اذا احنا قدرنا ان نجيب المريض مثل مستشفى الملك حمد في ظرف 3 ساعات ممكن ازاله الجلطه وينتهي الشلل. فهذا المشروع ان شاء الله يعني لما بعد اقراره نستقبل كل المواطنين اللي في يعني يحسون انه عندهم جلطه، وحتى الاطباء يجيبونهم بسرعه قد يعني اسرع ما يمكن للمستشفى. ممتاز. بيعمل لهم سيتي سكان يتاكدون انها هي جلطه ويدشون داخل ويشيلون الجلطه من الوريد وتتفادى عمليه الشلل وينتهي. نعم. الشلل. نعم. يعني انت ممكن تنقذ مواطن من شلل نصفي اللي تعرفه. نعم. احنا الحمد لله بعد حصلنا على في مستشفى الملك حمد على شهاده الجوده الامريكيه في الكاب اكريديتيشن حق المختبرات. وهذه يعني اعلى شهاده ممكن يحصلها اي مختبر. طبعا احنا تعرف ان يعني في المستشفى عندنا الهايبربريك تشيمبر، هذه شيء علاج حق مرضى السكر اللي عندهم قرقرينه في واحنا نستقبل المواطنين من اي مكان في البحرين. اي واحد عند يعني احنا مركز وطني حق البحرين كلها عشان العلاج هذه. الشيء اللي ان شاء الله احنا نترياه وهو يعني افتتاح مركز الملك حمد للاورام. نعم. وهذا المركز هذا سلمك الله في سياق ما ذكرته يعني من انجازات وما تطرقنا له في تقريرنا. المبنى اللي راح يعني ان شاء الله يتم تدشينه بعد شهر ان شاء الله. ان شاء الله. نبغيك تحدثنا اكثر عن شلون بداتوا في اهدافه، متى ان شاء الله راح يفتتح رسميا، شو الخدمات اللي يقدمها، شنو اللي يتميز عليه على مستوى المنطقه يعني. والله يعني توجيهات جلالة الملك كان يبي ينشأ مركز سرطان عالمي. نعم. يعني في أحدث الأجهزة الطبية. فكلفنا جلالة الملك أن احنا نقوم دراسة حق المشروع، وفعلا درسنا المشروع وجبنا أحسن الخبرات في إنشاء المبنى هذه، ولقينا أن احنا هذا المركز وطني حق البحرين كلها. نعم. حق الأورام. المركز يحتوي على 120 سرير، 10 أسرة منهم حق نقل النخاع، وهذه يعني مو بس بيفيد مرضى السرطان لكن بيفيد مرضى اللي عندهم أنيميا منجلية أو السيكل سيل ديزيز اللي عندهم. لو واحد مثلا عنده سيكل سيل ديزيز ينقل النخاع يشفى من المرض.
فهذه من أهداف المركز اللي بيكون. المركز هذه احنا ما بدينا يعني ما حبينا نبتدي من الصفر، فاحنا اتفقنا مع جامعة المستشفى أرجوس في تركيا، هاي مستشفى جامعي عالمي، وكل المرضى اصلا كانوا البحرينيين راح يتعالجون هناك. فاحنا اتفقنا مع الدكاتره قلنا لهم خلاص تعالوا انتم يعني رن الهوسبيتال، يعني من ممرضات من اطباء من فنيين بيشغلون المستشفى ذي لمده 5 سنوات. ممتاز. في ضمن الفتره هذه بيكون يدربون البحرينيين، تاهيل كادر وطني، تأهيل كادر بطني يحل محل محلهم. فاحنا يعني همنا احنا جبنا احسن الاجهزه الطبيه موجوده في العالم يبناها في المستشفى. نعم. جبنا احسن الخبرات، فاحنا هدفنا ان المواطن البحريني ما يحتاج يسافر برا يتعالج. نعم. حق السرطان البحرين بتقدم له احسن الخدمات. نعم. وهذه هدفنا. ومن متى من المؤمل ان شاء الله انه يفتتح رسميا شيخ؟ احنا الافتتاح يسمونه سوفت اوبننج او الافتتاح المبدئي بيكون الشهر الجاي ان شاء الله. نعم. يبتدي نستقبل الحالات، و هو مرحلتين، المرحلة الأولى نبتديها وإن شاء الله المرحلة الثانية في شهر 7. نعم. نبتدي المرحلة الثانية. وإن شاء الله يعني الافتتاح الرسمي بعد المرحلة الثانية إن شاء الله. إحنا منياتنا لكم بالتوفيق الشيخ، وأيضا نبارك لكم مرور 50 عام على تأسيس قوة دفاع البحرين اليوبيل الذهبي، وأيضا شاكرين وجودك وحضورك معنا هنا في استديو مركز الأخبار. شكرا جزيلا على استضافتي. شكرا جزيلا. اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي، شكرا جزيلا لك. الله يخليك، شكرا جزيلا.